يعطيكم العافية أستاذ. أهلين الله يعافيك. أمور يبدو ما عرفتني. ما عدم مؤاخذة، لا والله ما عرفتك. مين حضرتك؟ أنا الفنان حسني فخر الفن. أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. تفضل تفضل. عفوا أنت فنان بشو؟ ولو أستاذ معقول ما عرفتني؟ أنا اللي عدموني الأتراك بمسلسل اللهم عفوك، وأنا اللي أتني المنجد بمسلسل القلاع، وأنا اللي أكلت هيلطية بمرايا سابقة. آسف كتير أستاذ حسني، يعني ما بيعرفك بيجهلك، بس الحقيقة أنا ما عندي اهتمامات كتير بالتلفزيون. هذا من سوء حظنا طبعا. طيب وشو بقدر أخدمك؟ أستاذ أنا ساكن بحي البستان، وسمعت أنه أنتم بدكم تغيروا أسماء الشوارع كلها. كلام مزبوط، ولحنا بصدد تسمية الحي بالذات. عظيم كتير أستاذ، معناتها أنا ما أجيت متأخر. هلأ الشارع الأول اللي هو على اليمين اللي اسمه الشب الظريف، شو رح تسموه؟ على ما أذكر صار اسمه الشارع الوواء الدمشق. طيب الشارع الفرعي، أول شارع اللي على اليمين، شو كمان رح تسموه؟ هاي لسه ما قررناها، بس إذا عندك أي اقتراح تفضل. أكيد. تفضل تفضل. ليش ما بتسموا أسماء الشوارع الفرعية بأسماء الفنانين والمثقفين أستاذ؟ إيه ليش لا؟ اقتراح وجيه، بس المشكلة إنه كتب التراث كانت بخيلة علينا بأسماء الفنانين. في واحد بالعصر العباسي كان يدق على الطبل وينفخ بالقرن، كان اسمه جعجاع يشكري، بس خايفين يكون. لا لا لا، أنا بقصد فنانين معاصرين. مثل مين يعني؟ عدم المؤاخذة يعني مثلي أنا. أنا مثلا يعني الشارع اللي أنا ساكن فيه اسمه شارع الشوكة، بس الناس ما بتقول وين شارع الشوكة، بتقول وين شارع الفنان حسني فخر الفن، يعني اللي أنا ساكن فيه. عدم المؤاخذة يا أستاذ، لحنا ما جرت العادة عنا إطلاق أسماء الأدباء والفنانين إلا بعد ما يموتوا. الله يعطيك طولة العمر، بس هذا الإجراء بجوز يكون فال سيء عليك. يعني الفنان عنا بالبلد ما بتكرم إلا بعد ما يموت؟ على كل حال هذا الموضوع مو بإيدي، إذا مصر على هذا الاقتراح بإمكانك تجيب لي موافقة خاصة. هلا أنا فاضي أركض ورا الموافقات يا أستاذ. طيب بلا ما يكون اسم الحارة باسمنا، يعني سموا شيء اسم موقف باص، يعني بدل ما يكون موقف باص الشوكة خلي يكون اسم الموقف فخر الفن باسمي، يعني صعبة؟ الحقيقة يا أستاذ حسني أنا محرج منها كتير، كمان ما بيطلع بإيدي واللجنة ما رح توافق. أوكي شكرا كتير حضرة رئيس اللجنة. أهلين. I will try again. نعم شكرا. أنا بشوف المسؤولين، أنا بشوفه. عشنا وشفنا، مو بيان اللي نسمي الشوارع بس ما كومبرس. شو وصلي هذا؟